مرحبا بكم في المادة الوطنية للديوان، وهي تعتبر الجهاز التكويني للإدارة العامة للديوان. أحدثت المادة الوطنية للديوان بمقتضى الأمر عدد 1845 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوان، وذلك سنة 1994، وانطلق نشاطها الفعلي سنة 95، وذلك من طرف الدورة الأولى لضباط المادة الوطنية للديوان واللي تخرجوا سنة 1996. سنة 1997 تم إصدار الأمر المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للديوان وهيكلتها، والذي تضمن مختلف مرافق تسيير المجلس الوطني للديوان ونظام الدراسة بها. المجلس الوطني للديوان تتعهد بتكوين ضباط وضباط صف الديوان، وذلك من خلال الانتداب ثم التكوين القاعدي ثم إثر ذلك التكوين المستمر الذي يتواصل طيلة الحياة المهنية لعون الديوان. بالنسبة للتكوين يرتكز على 4 محاور أساسية. عندنا التكوين التقني، وهو مهم جدا لأنه يتضمن مختلف معارف التي يجب أن يتلقاها ضابط الديوانة وكذلك ضباط الصف فيما يتعلق بعملية التسريح الديواني، فيما يتعلق بالنزاعات والتتبعات في المادة الديوانية، وكذلك فيما يتعلق بقانون التجارة الخارجية والصرف. ثم هناك التكوين العملياتي، وهو كذلك يكتسي أهمية لأنه يرتكز أساسا على المهمة الرقابية لوحدات الديوانة وفرق الاستعلامات والأبحاث الديوانية، وهالعمل هذا يرتكز أساسا على طريقة مراقبة وسائل النقل والبضائع بمختلف التراب الوطني ومكافحة الغش التجاري ومكافحة التهريب، ويرتكز أساسا على تقنيات التفتيش والمراقبة وقيادة السيارات عند نصب الكمائن والمطاردة واستعمال الأسلحة ومختلف الرمايات للتصدي لعمليات التهريب ومحاولات اختراق الحدود، سواء منها البحرية أو الجوية أو كذلك البرية. التكوين الإداري العام هو يتشابه مع مختلف مراحل التكوين اللي يتلقاه الموظف العمومي وذلك خلال مسيرته المهنية، ويرتكز أساسا على التصرف الإداري والتصرف في الشؤون المالية ومدونة السلوك الخاصة بالموظف العمومي، وكذلك تقنيات التحرير الإداري واستعمال اللغات، وخاصة اللي عندنا احنا في تونس وفي الإدارة اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. التكوين البدني هو المحور الرابع للتكوين الخاص بالضباط وضباط الصف، والذي معناها يكتسي أهمية بالغة نظرا للجانب البدني الهام اللي يلزم يكون عليه عون الديوانة أثناء أداء المهام بتاعه، وذلك باش تتواصل مسيرته المهنية على أحسن نوع ويتمكن من أداء مختلف المهام الميدانية. نعطيه لمحة تاريخية على المجلس الوطني للديوانة اللي انطلق النشاط متاعها في قبة تونس الميناء المعروفة بالقبة في شارع الجمهورية، وكما قلنا انطلق النشاط متاعها في سنة 1994. لكن في سنة 2006 المجلس الوطني للديوانة انتقلت إلى مقرها الجديد في شهر أفريل 2006، واللي هو موجود في فندق جديد من ولاية نابل. علاش انتقلنا إلى فندق جديد؟ لأنه وضع على ذمة المجلس الوطني للديوانة مساحة شاسعة تقريبا 14 هكتار كانت مخصصة لإيواء جميع مرافق التكوين والتدريب، واللي هما مرافق عديدة ومرافق عصرية وضعت على ذمة المتكونين سواء في التكوين القاعدي أو في التكوين المستمر. على ذكر هذه المرافق نجمو معناها نتعرضوا إلى أهم المرافق الأساسية للتكوين في المدرسة، واللي هو المدرج تقريبا طاقة الاستيعاب متاعه 250 متكون، كذلك 15 قاعة تدريس مجهزة، زوز قاعات إعلامية مجهزة بأحدث التجهيزات الإعلامية ومرتبطة بالتطبيقات الإعلامية لمنظومة سند والمنظومات الإعلامية للتصرف في الموارد البشرية والمالية، كذلك عندنا قاعة جديدة للتدريب الافتراضي في التفتيش الأمني وكذلك في الكشف الأشعة، إضافة إلى قاعة رياضية مغطاة لجميع أنواع الرياضات، كذلك درب مقاتل. الدرب هذا بتاع المقاتل ينشط فيه المتكونين في التكوين القاعدي في رياضات القتال باش يكون عندهم جاهزية بدنية وجاهزية للتصدي لعملية التهريب خاصة في الحدود البرية. كذلك عندنا 4 مبيتات طاقة الاستيعاب بتاعهم 250 متكون، ومنهم مبيت خاص بالإناث.
إضافة إلى المبيت ولضمان أحسن ظروف الإقامة للمتكونين، المدرسة الوطنية للديوانة تتوفر على مطعم ومطبخ خاص. المطعم هذا في جميع المرافق يتسع تقريبا إلى 240-250 متكون. مرافق الجديدة للتكوين اللي حظيت بها المدرسة الوطنية للديوانة هو ميدان الرماية الجديد اللي تولى السيد رئيس الحكومة تدشينه يوم 6 ديسمبر 2020. وهذا المركب للرماية تم إطلاق عليه اسم شهيد الواجب العريف أول محمد بشينة الذي توفي أثناء عملية رماية في المدرسة الوطنية للديوانة. مركب الرماية هذا مركب متطور جدا، هو مركب مغطى والمساحة متاعه تقريبا في حدود 1200 متر مربع، يمكن من عملية رماية على مدى طويل تصل إلى 50 متر. فيه أنواع مختلفة من أهداف الرماية المتنقلة، وسيوفر لأعوان الديوانة أثناء تكوينهم القاعدي أو التكوين المستمر تمارين رماية تتماشى مع متطلبات العمل الميداني اللي نذكروا به ديما هو التصدي لعمليات التهريب خاصة على الحدود وفي المناطق المراكز الأمامية المتقدمة، وهذا هو معناها دور أعوان الديوانة. بالنسبة لبقية المرافق اللي نلقاها في المدرسة الوطنية للديوانة وهي مرافق معناها للاستقبال والإحاطة بالمتكونين، عندنا مكتبة مخصصة للمتكونين سواء من داخل المدرسة الوطنية للديوانة أو من خارجها في إطار التعاون، فتوجد فيها مجموعة قيمة من المنشورات ودراسات ختم التربص لمختلف فئات أعوان الديوانة. كذلك عندنا مرافق لاستقبال المتكونين على غرار مشرب ومعنى ساحة تكون هي ملتقى للمتكونين مع إطارات المدرسة، وتعطي معناها مساحات جميلة لإضفاء مزيد من الجودة على عملية التكوين. المدرسة الوطنية للديوانة تنشط في مقرها في فندق جديد، كذلك عندها نشاط خارج المقر لأنها تشرف على المراكز المختصة للتكوين، ومن بين هذه المراكز مركز تدريب الأنياب بالحبيبية من ولاية منوبة، وهو مركز خاص بتدريب الأنياب ومرافقيهم على مختلف اختصاصات العمل منها شم المخدرات والمتفجرات والأسلحة، وكذلك أنياب الدوريات اللي يستعملوهم أعوان الديوانة للتصدي لكل محاولات الاعتداء على دوريات أعوان الديوانة. إضافة إلى ذلك فما 5 مراكز جهوية للتكوين الديواني نلقاهم على مستوى كل إدارة جهوية للتكوين، على غرار الإدارة الجهوية بجندوبة، الإدارة الجهوية بسوسة، الإدارة الجهوية بالقصرين، الإدارة الجهوية بصفاقس، الإدارة الجهوية بمدنين. هذوما الإدارة الجهوية عندهم مركز خاص للتكوين باش نقربوا عملية التكوين إلى أعوان الديوانة اللي هما موجودين في الجهات. المدرسة الوطنية للديوانة في إطار انفتاحها على محيطها العالمي ومحيطها الوطني قامت باتفاقيات، وأهم هذه الاتفاقيات ما تم إبرامه مع المنظمة العالمية للديوانة، وهو وبمقتضاه أصبحت المدرسة الوطنية للديوانة مركز إقليمي للتكوين خاص بالمنظمة العالمية للديوانة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وننتظر الآن تفعيل الدورات وننطلق فيها إن شاء الله، هي تعطلتها لسنتين بمقتضى جائحة كورونا، وإن شاء الله نتجاوز هذه الجائحة وتنطلق عملية التكوين على مستوى دولي بالتنسيق مع المنظمة العالمية للديوانة، كذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية. قمنا بعديد الدورات في كشف المواد البيولوجية والمواد المشعة والمواد الخطرة بالمدرسة الوطنية للديوانة تحت إشراف خبراء دوليين، وكان التكوين مفتوح ليس فقط لضباط الديوانة بل كذلك لضباط من الأسلاك الأخرى على غرار الحماية المدنية والجيش الوطني ووزارة الداخلية. هذا هو إشعاع الديوانة على المستوى الدولي. بالنسبة للمستوى الوطني عنا اتفاقيات تبادل خبرات واتفاقيات تعاون مع أسلاك مماثلة كالحرس الوطني والأمن الوطني، وكذلك مع الجيش الوطني حيث نتبادل الخبرات مع الأكاديمية العسكرية بفندق جديد ومع مختلف مدارس التكوين في القطاع الأمني بصفة عامة.